waa mujtamac. Haddii la helo mujtamacna, ummad baa la helayaa. Marka haddii guur la waayo oo guri la waayo, mujtamac la heli maayo. Wiil fiican la heli maayo, gabar fiican la heli maayo, madaxweyne fiican la heli maayo, wasiir fiican la heli maayo, wax la helayaa ma jiraan. إله سبحانه وتعالى نعمه كيسو نوت المامي ونوشة كيي سمضو أبوري عركو أبوري بيهو نسية روب نسية دربو نسية لكو حكمي ذا إله سبحانه وتعالى إنو إنسان كشرفي كون شرفي إنو أيغا كلا أبوري ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بالليلي لتسكنوا إليها وحكم إذا على مذا إلهي وحكم إذا آيات كإلهي هو موجنا يا علم جيسا كو هو موجنا يا حكمة ديسا هو موجنا يا أود ديسا هو موجنا يا نحريس ديسا وحكم إذا أن خلق لكم إنه إذين أمي من أنفسكم وحنفتي نحق إذا كم إذا أزواجا مركو حويان وأن لك أمي وأنا نلو أمي بمعنى وحوي اللبق فوق المار من كرم ماه مركا أيضا هو بدينهين سماوات كالا شيء دور كالا شيء جاي هبين كالا شيء جاي مارن كالا شيء جاي وحيت ما مس مركا أيضا هاسي وحيا لا كلا نوع نوعة هو إسلام يستر هيا أو كون كانوا وككو بيني هاي وهذه الوايو نلو شلوايا هيا كور هدي اللي يراه هبين كهلا قصار مش هدي اللي كور ما أنت هلا قصار مش صعنة إسا ما يا هدي اللي يراه دول كاي عركة من هلا إسكت ده يا بس صعنة إسا ما يا هدي اللي يراه حرقة يدو مركا سيد سكوب بهيهين يسيد سكوب لما يستير هيان يو محان كورا حرقة نمضة يباب كير يدو مر نمضة شقوين كلا كلا هيو يسيد الاسكور لما يستير أيوه هدي اللي يراه وحور هلا قبح أما هلا يراه هلا اسكو قصو سيد قالوا يا قبان قالوا حيلا يهين رجع إيا رجع نمضى يدوم رجع نمضى با وحشروا أبو رن ما هن أنا قاسم أي نقول يهين با أنا قاسم أي نبا هي كذبنا رجع دمر بيا هانكران دمر كونا رجع بو هانكرا وحكلنا ولا هانكرا ومعنى هذه هي كون كل السوق صار يا مارك مارك هذه السوق صار بابك هذه السوق صار هكذا قانت هاي هبين كي يمارن انتي أو السوق صار هكذا قانت هكذا قانت هاي الكي يقول كي السوق ما أرتي السوق صار هكذا قانت ولذلك إن لو أردي يا نارك بهن هي قارن هذا كان المسلمين تا يصوم عريضة يدق عنك ونعكسن وجور كل حريرة روتي جور كي نملا في عم بولي هاي ما لا خلدنا ولاية، وحملها في عنا الدين تين نقبته، هذا كان كين نقبه، إن قبر الله صاد دانه، إن ويلكو صاح حاضري، إن ويه ماذا، أصعب وحرام موته، ساسي أنا جرت، أصعب إيمانا يا، تتكيسو كإنسان يا، مسؤولية بقاضها يا، حلو بحنا يا، مسؤولية بلسو وريجا يا، كل اسمه أنا، أصعب عيد سلسو وريجا يسا. ساسي أهان جرتي لكن محا عيبها وحا عيبها إن حوغا لغو كلو ليويلك وحيالا بضانو قالي لغو حرو وحوالا بضان لغو حرو أهان جرتي بريور حوالا انتا سو نيف انتا سو جيلا انتا سو فرطا وحبا لشيك جري هادر وحا مالا انتا سو دهب حيال باباس جرى انتا سو قراما هير وحا لما ريك برو إيراهان ما ركتي محانكو راها وحان رباكلية إلا مقلان رباكلية حبها بحنن كان قادر ما هيو لكن قبلها ما غشي هبلاي وحا لغو نكاح شيء بغل أما لو بغل وقرام الدهب وحا محيين ما غشي لي بس كلية أذيك راجين موكا لكن وحاوية قبلو ما ركتي أحرنتي وحاوية وخير بضيهين أوان الددال بضيهين لكن وإن يفهمان مر هذه كلمة تقول على وارد عضي بابك جور كينكاها عيار ما قشوا عيار نبلها عيار تيسو وارد ربع عيار تيسا باب ربعه
gabadha isi waa ku siiyo ku ninkii xashay ana waa ka aqbale ayaar bay laga yeelbayo waa tagtay meherkaagu meeqa weeye meherkaygu waa 200 maxaan ku raahaa oo midalan ee sheegay garaamo daada ma aqbasho waan aqbale ayaar bay laga yeelimaayo bagartii waxaan ugu waajiyay markaa inaan yani guurka aan maxaan ku raah dhankiisa fiican iyo dhaqankeena fiican inaan soo nooyna fiican aan ku dadaalno dhaqanka ma aragtay yani guurka la adkeeyo gabadho la baxo masafada waxa ay u sheegay maartay awalkii u sheegay wax soo dhan in laga baxada raba gabar lama xadi karo xoolo ma aha lacag ma aha mobayl la furanayo jeebka laga siibayo ma aha dad bani aadam weyn qof baa dhalay dad baa dhalay meedha ka soo jeeda sharaf bay leedahay ma aragtay iskeen mas-uuliyadda qaad raganimada la imow waxaa tahay sheeg waxaa awoodid sheeg waxaadan awoodidna sheeg laakiin waa dhuumanaya gabadhan xadahaya lagaa yeelima diintu ma ogola mas-uuliyadduna ma ogola gabdhuhuna inay aqbalaan ma aha in la xado oo inta weel u sheekeeyo waxoogaa beenbeena u sheego inuu hadhow ma aragtay maxaan ku raaha oo ku ma aragtay ula xado lama ogola marka leeyahay gabadhu waa in loo yimaado oo dadkale la weydiisto maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxa weeyaan waxaana mas-uuliyad weyn garta horta adigu maxaa tahay maxaa qaadi kartaa maxaa gashaa maxaa goysaa yaa kaa dambeeya gabadha mas-uuliyadeed yaa qaadahaya marka dad maaragta dhan baa qaadaya dad baa laga soo wareejinayaa dad baa loo wareejinayaa marka caguurku runtii mas-uuliyaddaas weeyaan waana shay qaali ah nabigeena sallallahu calayhi wasalam in la isguursado ayuuna amray in la fududeeyo ayuu maaragtay na amray in maaragtay wuxuu noo sheegay in gabdhaha kuwa meherkoodu kuwa meherka yar inay u barako badan yihiin buu noo sheegay nabiga sallallahu calayhi wasalam takala waxa weeye axkaamta guurka iyo isbarashadana iyadana waa in la ilaaliyaa guurka ka hor aan isbaranno aan meelaha isla wareegno waxaa noocaas oo kale ah waxa ka jira ma jiraan waxaanu iska nasiib weeye midaa isbarateen oo intaasoosan istaqaaneen oo iskuul ahaydeen oo aas lahayd maxaan ku warahaa wuu fiican yahay aas lahayd way fiican tahay ayaa hadhu marka guriga la tago guriga baabkiisu markii la tagaa la arkaa inta ka horeysa waa sheeko sheeko weyn annagaa soo marna weydiiya waxaanu iska nasiib weeye waxaanu iska nasiib tii ilaahay kuu barakeeyo iyo wiilkii ilaahay kuu barakeeyo weeye way isbaranayoo macquul buu ila muuqday isma baran waxaasiimaba ahaba waxaan si carabti itiraa maaragtay guurku waa nasiibba yaraahaan guurku waxa weeye wax ilaah kuu qoray subxaana watacaala weeye waa la dadaali karaa laakiin markii la isbarto barashadu markii guurka guriga la tago bay noqonaysaa si kasta oo maaragtay laysku babarto meelahaas maxaanku waa laysa mushaaxo oo qofku wuu isxaragaynayaa wuu isqarinayaa ma aqoon kartid wiilkan lama aqoon karo gabadhana lama aqoon karo ilaa markii guriga la tago weeyaan marka halaashaa lagu dadaalo guurkana ha la fuuday insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u taageersannahay mashruucan isaga ah in guurka la fududeeyo oo maaragtay waxaa ku dhegan oo dhibaatada laga qaado hadda waxaa socda barnaamij la yiraaho in guurka la adkeeyaa socota in guurka la qaaliyayaa socota in guurka dib loo dhigo ayaa maxaan ku warahaa socota oy gaaladu wadaan hay-adaha ka shaqaynaya in guurka la daahiyo ka shaqaynayaanba waxay ka shaqaynayaan in lala dagaalamo guurka waxay ka shaqaynayaan qaangaarku waa imisa 18 sano weeye kuleeyihiin goormay ahayd gabar maaragt 10 sano ku qaangaartay ama kadib qaangaartay oo intaasoo sano joogtay iyo wiilsaas oo kale ah ayaa waxaa leeyahay weli qaangaar maaha oo gar iyo gafur buuba leeyahay maxay tahay waxaa sheegaysaa weli qaangaar maaha kuleeyihiin minda kiina weeye keenna maaha waxaa qaangaarka aan ahayn kiina weeye gabadhiina weeye annaga dadkeenu ayagoo yaryar ayay qaangaaraan oo caqli yeeshaan oo mas-uuliyad qaadaan oo ay wax qaban karaan oo guri asaasi karaan baa runtii anugu aaminsanay marka runtii barnaamijkan waa taageersannahay waana barnaamij khayri ah waa sadaqa jaariya weeye wiil fiican insha allahu tacaala iyo gabar fiican guri fiican ayaa la asaasayaa haddii la doonayo in bulshada la dhiso qoysaska laga soo dhiso guurka ha la badiyo kuwa dhisanna ha la hagaajiyo
guriyo samo allah nasiyo jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh